الرئيس السيسي يلقي خطابا غدا أمام مجلس النواب. وقفة للأطباء تطالب بحمايتهم أثناء أداء واجبهم بعد حادثة المطرية، ورئيس الوزراء يوجه بأهمية استكمال التحقيقات. الجبير يربط هزيمة داعش في سوريا برحيل الأسد، واجتماع في جنيف لمجموعة دعم سوريا لتطبيق الشق الإنساني من اتفاق ميونخ. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. ومن عناوين الأنباء إلى تفاصيلها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع في العاشرة من صباح الغد. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي غدا خطابا أمام المجلس، هو الأول منذ إتمام الانتخابات التشريعية ثالث استحقاقات خارطة المستقبل والتي نجمت عن ثورة 30 من يونيو. خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب هو الأول منذ بدء انعقاد جلساته في العاشر من يناير الماضي، حيث يأتي بعد استكمال الدولة لمؤسساتها الدستورية وفي وقت تشهد فيه مصر تحديات جسام تتطلب تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. تبدأ مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب باستقبال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لسيادته فور وصوله، كما يتم عزف السلام الجمهوري بعد وصول الرئيس للقاعة الرئيسية. يلي ذلك عقد لقاء بين رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء الهيئات واللجان المنتخبين من أعضاء البرلمان، ويجتمع الرئيس السيسي بكامل أعضاء مجلس النواب بالقاعة الرئيسية. يقوم رئيس مجلس النواب بتلاوة قرار الرئيس السيسي الصادر لدعوة البرلمان للانعقاد، وبعد دخول رئيس الجمهورية واعتلائه منصة رئيس البرلمان يتم دعوة الرئيس لإلقاء كلمته. ومن المتوقع أن يتضمن خطاب الرئيس السيسي عدة محاور رئيسية، من بينها أهم الإنجازات التي تحققت منذ ولايته والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح الوطن والمواطن. كذلك يتوقع أن يركز الخطاب على أهم القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر، فضلا عن طرح الرؤى والتطلعات المستقبلية، وكذلك تحركات الدولة فيما يتعلق بمختلف المواقف التي تمر بها مصر. وتعطي كلمة الرئيس أمام مجلس النواب إشارة إلى أهمية وجوده في الوقت الحالي الذي يعد الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق، وأن مصر تسير نحو مستقبل أفضل في ظل وجود السلطة التشريعية. ويعتبر ملف الأمن القومي ومواجهة الإرهاب من أهم التحديات التي تواجه مجلس النواب، ومن أبرزها كذلك السعي لتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على نسبة كبيرة من البطالة. هذا وتنتظر مجلس النواب مهمة تشريعية ضخمة، أولها تفعيل الدستور الجديد بكل مواده من خلال قوانين يتم تشريعها، إلى جانب مهمة الرقابة على الأداء الحكومي والموازنة العامة وإقرار السياسة العامة للدولة. تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عناصر قوات إنفاذ القانون من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بشمال سيناء. وقام القائد العام وزير الداخلية بالاطمئنان على الاستعداد القتالي والحالة المعنوية لهذه العناصر، وأشاد بما لمساه من روح معنوية عالية وإصرار على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء. قام الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية،
بزيارة لعناصر القوات المسلحة والشرطة المتمركزة بشمال سيناء، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في فرض السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي. وأقام القائد العام بالاطمئنان على الاستعداد القتالي والحالة المعنوية لهذه العناصر، وأشاد بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب من سيناء. وأكد الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه بمقاتل القوات المسلحة والشرطة المدنية أن ما يحققه أبطال مصر المرابطون بسيناء من إنجازات متلاحقة خلال العملية الشاملة حق الشهيد يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يبذلونه من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة، مؤكدا أن الأمن والاستقرار والتنمية بسيناء سيظل أمانة في رقبة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وقدم القائد العام التحية لشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع العناصر الإجرامية، كما أشاد بالدور الوطني لشيوخ وعواقل وأبناء سيناء الشرفاء الذين يقفون في خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة ودعمهم ومساندتهم لها. وقام القائد العام بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والمجندين المتميزين من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تقديرا لجهودهم في تحقيق العديد من النجاحات الأمنية خلال المواجهات المستمرة للقضاء على الإرهاب في سيناء. حضر الجولة الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني ومدير أمن شمال سيناء. عودة مرة أخرى للخبر الخاص بالكلمة التي سيلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا أمام مجلس النواب، وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة مارجريت عازر عضو مجلس النواب. أستاذة مارجريت برحب بك. أستاذة مارجريت هل تسمعينني جيدا؟ أستاذة مارجريت عازر عضو مجلس النواب هل أنت تسمعينني جيدا الآن؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بعضو مجلس النواب الأستاذة مارجريت عازر، ونواصل معكم أنباءنا في هذه النشرة، حيث بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإثيوبي تيدروس أدهانوم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن نتائج اجتماع الخرطوم لوزراء الموارد المائية بشأن سد النهضة. من جانبه وصف الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري محادثات تقييم العرض الفني وصفها بالإيجابية، وأشار الدكتور مغازي إلى أن المحادثات التي ختمت أمس بالخرطوم تمت بأسلوب علمي توافقت فيه آراء الدول الثلاث على أهمية تدعيم الدراسة والارتقاء بها بما يضمن خروجها بأعلى مستوى من الحرفية والمهنية بما يلبي طموحات الدول الثلاث. أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أهمية استكمال التحقيقات الجارية في واقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها. وشدد إسماعيل على حرص الحكومة على الحفاظ على كرامة المواطن المصري ومنع أي اعتداء عليه. جاء ذلك على خلفية تلقي مجلس الوزراء تقريرا من وزير الصحة دكتور أحمد عماد الدين الذي أشار إلى قيامه بالتنسيق لعقد اجتماعا في مجلس النواب بحضور عدد من السادة النواب وممثلين عن نقابة الأطباء وممثل عن وزارة الصحة وممثل آخر عن وزارة الداخلية لبحث وتسوية الموقف. وأضاف أنه في نفس السياق تمت دعوة الأطباء لحضور اجتماع يحضره وزراء الداخلية والصحة، وقام الدكتور هاني ناصر مدير المستشفيات التعليمية بدعوتهم لكنهم رفضوا الحضور. وأكد وزير الصحة أنه قد قام بالتواصل مع وزير الداخلية الذي أكد أنه تم إيقاف هؤلاء الأمناء عن العمل وتم تحويلهم إلى مجلس تأديبي.
هذا وقد نظمت نقابة الأطباء وقفة سلمية وسط القاهرة للاحتجاج على تعرض عدد من زملائهم للضرب من قبل عناصر من الشرطة في منطقة المطرية، وطلب الأطباء بضرورة احترام مهنتهم وحمايتهم أثناء أداء واجبهم. كانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أنها لا تقبل بأي تجاوز قد يحدث من عناصرها، وأنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك. المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أسامة عبد الحي رئيس الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء. دكتور أسامة، أهم القرارات التي خرجتم بها اليوم عقب هذا التجمع أمام نقابة الأطباء. هو الحقيقة أهم القرارات هو ضرورة والضرورة القصوى والتي لا يتنازل عنها الأطباء أبدا، وهي المحاكمة العادلة والناجزة لأمناء الشرطة اللي اعتدوا على الأطباء في مستشفى المطرية. والهدف من ده إنه نحط حد لاعتداء أي حد على أي مواطن مصري، ونبدأ صفحة جديدة ويبقى فيها احترام متبادل ودولة قانون ودولة حق. فكان المطلب الأساسي والجوهري في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية كان الحشود اللي موجودة عمرها ما حصلت في تاريخ نقابة الأطباء. والمرة دي لا هي حشود علشان كادر ولا فلوس ولا معاشات ولا أي، هي حشود علشان كرامة الأطباء. فأنا بهيب بكل المسؤولين في الدولة بأنه التعجيل بأنه يتم محاكمة عادلة حقيقية لأمناء الشرطة اللي اعتدوا على مستشفى المطرية. القرار الثاني والمهم هو أهمية عدم تكرار ذلك، يعني أهمية تأمين المستشفيات وأهمية انه لو حصل اي اعتداء على اي مستشفى او اي طبيب يتم البلاغ، ما يتمش البلاغ للشرطة على من الطبيب اللي تم الاعتداء عليه، لانه الحقيقة بيكيف قانونا كما لو كان مشاجرة بين الطبيب وبين المواطن او بين الطبيب وامين الشرطة. هذا الكلام لو هم بيتخانقوا في الشارع، انما لما يبقى اعتداء على الطبيب اثناء عمله او على الممرضة او الممرض اثناء عملهم داخل المنشأة الطبية، لابد من إلزام مدير المنشأة الطبية هو اللي يعمل البلاغ باسمه على انه اعتداء على منشأة طبية وعلى عاملين اثناء اداء عملهم. دكتور أسامة، يعني قيل انكم رفضتم الاجتماع بقيادات الداخلية، ويعني قيل ان يعني قيادات نقابة الاطباء وعدد كبير من الاطباء رفضوا دعوة قبل ذلك للاجتماع وزير الداخلية ووزير الصحة لحلحلة هذا الامر، هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح تماما، غير صحيح اطلاقا. ده احنا اولا احنا رحبنا لما من ثلاث ايام كتب احد الاعمدة ان وزير الداخلية عنده استعداد يزور النقابة. اتصل سيد العميد النقيب بالمتحدث باسم الداخلية وقال له اهلا وسهلا في اي وقت، ولكن القضية مش قضية تصالح مع وزارة الداخلية. وزارة الداخلية لابد من احترامها ولابد انها تؤدي دورها بشكل مهني، لانه لازم البلد يبقى فيها حماية وفيها امن وامان. انما احنا ضد انه يتم التصالح، ويعني الاعتذار مقبول وعلى عينه وعلى راسنا، بس الاكتفاء بانه يتم محاسبة امناء الشرطة داخليا وزارة الشرطة ده في وزارة الداخلية، ده اللي احنا معترضين عليه. يعني دكتور، يعني في النهاية وزارة الداخلية هي نفذت ما عليها واوقفت هؤلاء من قاموا هذا الفعل. الامر قضائي بحت، فيما يبدو ان هناك يعني سلسلة من الاجراءات القضائية هم يخوضونها الان. يعني قد تكون مطالبكم غير قانونية فيما يتعلق باحتجازهم مرة. لا احنا لم نطلب احتجازهم، لانه كان في احد الاصوات بكل ضبط واحضار قلنا لا احنا ما طلبناش احتجازهم. احنا طلبنا، وحضرتك لو طلعت على القرارات اتنشرت على موقع النقابة بعد انتهاء الاجتماع، احنا طالبنا باستكمال محاكمتهم محاكمة عادلة وناجزة، واحنا بنحترم الاجراءات القانونية تماما. احنا عايزين دولة قانون فعلا، لانه لو المخرج حاكم، لان انا ما اقدرش اساوي،
بين امين شرطه بيموت شهيد في مقاومه ارهاب وبين امين شرطه بيروح يمارس بلطجه على مستشفى. نعم طيب اخيرا يعني هذه الوقفه او هذا التجمع امام نقابه الاطباء هل انتهت فعالياته ام انكم يعني سمعنا عن اعتصام او ما يشبه ذلك؟ لا انتهت فعالياته الساعه 5. نعم. ومفيش اي اعتصام ولا اي حاجه. نعم. والناس احنا كان القاعات مش مكفيه والاطباء كانوا واقفين على الارصفه في الشارع وكل وكالات الانباء نقلت ده وكانوا بيصوتوا بالكارت الاخضر او الكارت الاحمر. نعم. الرفض او الموافقه على اي قرار. وبعد الساعه 5 انتهت الجمعيه الاميه وكل الاطباء روحوا. يعني احنا بس يعني عدد قليل جدا نبقى قاعدين في النقابه بنخلص اعمالنا. نعم انما وان شاء الله احنا يعني متفائلين وبنعتبر الرساله وصلت وان البلد هتمشي في الاتجاه الصحيح باذن الله. نعم ان شاء الله. الدكتور اسامه عبد الحي عضو اللجنه القانونيه بنقابه الاطباء كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا يمكن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي إلا إذا أزيح الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، مضيفا أن هذا الهدف سوف يتحقق في نهاية المطاف. جاء ذلك خلال مؤتمر الأمن والسلم في ميونخ، ووصف الجبير الأسد بأنه أكثر عامل جذب للمتطرفين والإرهابيين في المنطقة، وقال إن الإطاحة به ضرورية لاستعادة الاستقرار. من جانبه دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة توقف القتال في سوريا من أجل المضي قدما نحو حل سياسي للأزمة هناك يحمي استقلال ووحدة سوريا ويمكن الشعب السوري من العيش بكرامة والتمتع بالحقوق التي يستحقها. وقال الملك عبد الله الثاني إن التوصل لهذا الحل السياسي هو مفتاح لكسب هذه الحرب، مطالبا بضرورة اتباع نهج شمولي للقضاء على تنظيم داعش في سوريا والعراق وعلى المجموعات الإرهابية التابعة لها والتي تعزز وجودها في إفريقيا وآسيا. أعلنت الأمم المتحدة أن المجموعة الدولية لدعم سوريا ستجتمع اليوم في جنيف لتطبيق الشق الإنساني من اتفاق ميونخ الذي تم الاتفاق عليه أمس الخميس والذي يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا خلال أسبوع. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حريص على عقد جولة جديدة من محادثات السلام في 25 من الجاري. عقب عدة ساعات من المحادثات بشأن الأزمة في سوريا، اتفقت الدول المشاركة في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسوريا في مدينة ميونخ الألمانية على خطط لوقف المعارك خلال أسبوع، فضلاً عن تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية. وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قال إن إيصال المساعدات سيبدأ هذا الأسبوع أولاً إلى المناطق الأكثر احتياجاً ثم إلى باقي المناطق المحاصرة لا سيما تلك التي يصعب الوصول إليها، مشيراً إلى أن هذه المساعدات ستشمل سلسلة من المدن المحاصرة منها دير الزور. المعارضة السورية أعربت على لسان المتحدث باسمها عن ترحيبها بالجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. أصدقاء الشعب السوري لما قاموا به هذا اليوم ومن قبل لمساعدة السوريين وكل السوريين للخلاص من هذه المحنة، يجب أن نرى عمل على الأرض، يجب أن نرى تطبيق لذلك. إن رأينا جدية وتطبيق لذلك سنكون جاهزين للعملية السياسية. المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أشادت بما تم التوصل إليها في ميونخ بين الدول الكبرى، مشيرة إلى أنه تقدم إيجابي أن يتم التوصل لتوافق مشترك. نحن ملتزمون بتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن والذي تم التصويت عليه بالإجماع في ديسمبر الماضي، والآن الاختبار الحقيقي سيكون حول تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولكنني أظن أنه أمر إيجابي أننا توصلنا إلى نتيجة مشتركة والجميع متحد وملتزم.
الأمم المتحدة جددت تأكيدها على ضرورة وصول المساعدات للمحاصرين وأعربت عن أملها إزاء توفير إجراءات قانونية لحماية اللاجئين السوريين خلال الاجتماع المقبل في جنيف في 25 من الشهر الجاري. أكد جورج صبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية أن الفصائل المقاتلة هي التي ستتخذ القرار النهائي بشأن اتفاق القوى الكبرى في ميونخ على وقف الأعمال العدائية في سوريا. وأشار صبرا إلى أن مشروع إجراء هدنة مؤقتة من أجل وقف الأعمال العدائية سيدرس مع الفصائل المقاتلة على الأرض، وشدد على أن الفصائل المقاتلة هي من سيقرر نفاذ هذه الهدنة. اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ اتهم روسيا بتقويض جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في سوريا باستهداف جماعات المعارضة بدلا من عناصر تنظيم داعش. وأكد ستولتنبرغ أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون وقف الضربات، مشيرا إلى الحاجة إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والانتقال السياسي عبر المفاوضات ومساعدة المدنيين. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو سيد فيسلاف ماتزوف المحلل السياسي، والذي يبدو أننا فقدنا التواصل معه مشاهدينا لنطلع على تفاصيل هذا الخبر، فنعود مرة أخرى لمتابعة بانوراما النيل، حيث تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بطرد تنظيم داعش من بلاده بنهاية العام. وأضاف العبادي أمام مؤتمر ميونخ للأمن أن القوات العراقية استعادت نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش في السابق. We intend this year to make it the final year and the last year for the existing of Daesh in Iraq. نستهدف أن يكون العام الحالي هو الأخير لوجود داعش في العراق. القوات العراقية استعادت نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في السابق. المناطق التي حررناها حتى الآن أكثر من نصف ما كان يحتله داعش من قبل. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد شكري خلال لقائه موغريني على هامش مؤتمر الأمن بميونخ أهمية الإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤوليتها في تحقيق الاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية فضلا عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما تناول شكري مع موغريني مسار العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات. إلى ذلك أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أنه انتهى من تحديد عدد الحقائب الوزارية ومسمياتها وتحديد المعايير اللازمة للترشح للحقائب الوزارية. وشدد المجلس الذي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة في مدينة الصخيرات المغربية أنه لا إقصاء لأي من مكونات الشعب الليبي أو تياراته السياسية. وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعلان التشكيلة الحكومية قريبا، مضيفا أنه في حالة انعقاد مستمرة، ودعا المجلس إلى إعلاء مبدأ التوافق بين أعضائه ومشاركتهم جميعا في اتخاذ القرارات بكل شفافية. نشرتنا متواصلة معكم، وفيها أيضا المجلس اليمني أو الجيش اليمني يكمل سيطرته على مديرية نهم التابعة لمحافظة أبين. ونتابع أيضا الاتحاد الأوروبي يمهل اليونان 3 أشهر لتعزيز مراقبة الحدود للحد من تدفق المهاجرين.
نتفاعل معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما نيلة مع زميل الأمير دولي. لك أمير. شكرا أشرف. شكرا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال. وأهم ما نتابع فيها: أسعار الذهب تواصل الارتفاع محليا وعالميا مدعومة بالاضطرابات في أسواق الأسهم والنفط والأزمات السياسية. قفزت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الجمعة في ختام تداولات الأسبوع، ولاقت أسعار المعدن النفيس دعما من تزايد الطلب على الشراء عالميا باعتباره الملاذ الآمن والوحيد في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم والأزمات السياسية الراهنة. عالميا تشبث الذهب اليوم بمكاسبه التي حققها الخميس ودفعته للصعود إلى أعلى مستوياته في عام، ويتجه المعدن لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من 4 سنوات. وزاد الذهب نحو 6% منذ بداية الأسبوع، مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أكتوبر من عام 2011، ليصل إلى 1242.63 دولارا للأوقية الواحدة الجمعة. كما ارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بأكثر من 7% منذ بداية الأسبوع، مسجلا لأكبر مكاسب من نوعها منذ عام 2008. وضع وزير الاستثمار أشرف سلمان اليوم حجر الأساس لمجمع خدمات الاستثمار بمحافظة أسوان. وقال سلمان إن افتتاح المجمع يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح مجمعات خدمات الاستثمار بجميع المحافظات، وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والوصول بزمن تأسيس الشركات من 72 ساعة إلى 24 ساعة. وأوضح وزير الاستثمار إلى أن هدف الوزارة هو تأسيس الشركات إلكترونيا بالكامل. أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي نحو 180 موافقة نهائية لإقامة مشروعات صناعية داخل وخارج المناطق الصناعية، وتبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 3 مليارات جنيه لتوفير أكثر من 9000 فرصة عمل جديدة، بزيادة تقدر ب 78% عن نفس الشهر من عام 2015. ورصد التقرير حركة التوسعات بالمناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث حصل 60 مستثمرا على موافقات توسعة لمشروعاتهم بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.4 مليار جنيه. تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 60,000 طن من القمح الروماني لإنتاج الخبز البلدي المدعم بمتوسط سعر يبلغ نحو 190.88 دولارا للطن الواحد. وأشارت الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن الشحن سيتم في الفترة من 10 إلى 20 من مارس المقبل. نما اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في ديسمبر، بما يمثل تباطؤا في النصف الأول من العام. وأعلن معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة البالغ عددها نحو 19 دولة قد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس فصلي في الربع الأخير من العام الماضي. كما أظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو قد نما بنسبة 1.5% على أساس سنوي، بما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد.
طالب رئيس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يورين ديسبيوم طالب البنك المركزي الأوروبي بتقديم اقتراحات لكيفية تقليل المخاطر المرتبطة بالعملة الأوروبية فئة 500 يورو والتي من الممكن أن تستخدم في تمويل الإرهاب على حد قوله. من جانبه قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين خلال اجتماعات بروكسل أن تلك العملة عادة ما تستخدم في العمليات غير مشروعة في إشارة إلى تمويل الإرهاب. وبحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي فإن حوالي 30% من أصل أكثر من تريليون يورو من العملة النقدية المتوفرة تم ادخارها خلال العام الماضي في صورة العملة الأوروبية فئة 500 يورو. قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إنه يعتقد أن هناك أفقا حقيقيا لإعادة التفاوض حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وتوقع أوزبورن خلال مشاركته في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي ببروكسل توقع أن يتم الاتفاق على خطة من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة ووضع جديد بالنسبة لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ويدفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أجل تغييرات في علاقة بريطانيا مع الاتحاد قبل استفتاء وطني الذي ربما يجرى في وقت لاحق من العام الحالي حول بقاء بلاده في الكتلة الأوروبية. تراجع إنتاج قطاع البناء في بريطانيا أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي بفعل انخفاض الإنفاق عن البنية التحتية، وذلك على الرغم من زيادة بناء المنازل بأسرع وتيرة منذ بداية 2014. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن إنتاج قطاع البناء قد انخفض بنسبة 4% في الربع الأخير بعد أن هوى بنسبة 1.7% في الربع الثالث. وساهم الانخفاض الكبير في إنتاج قطاع البناء البريطاني في الربع الثالث في تراجع النمو الاقتصادي الذي سجل أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2012 خلال تلك الفترة. ننتقل إلى أثينا حيث اندلعت اشتباكاتنا أثناء محاولة مزارعي جزيرة كريت احتلال مقر وزارة الزراعة اليونانية. وتوجه مزارعون من مختلف أرجاء اليونان إلى هناك من أجل المشاركة في احتجاجات تستمر لمدة يومين ضد الحكومة وخططها من أجل فرض زيادات جديدة على الضرائب ورسوم التقاعد. ويطالب الدائنون الدوليون أثينا بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمزارعين وفرض إصلاحات في نظام التقاعد تؤدي إلى زيادة قيمة المساهمات الشهرية من العاملين لحسابهم الخاص أو هؤلاء الذين يعملون بمقابل رواتب. وفي أسواق النفط العالمية قفزت أسعار النفط بعد تصريحات لوزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أنعشت الآمال بالتنسيق بين المنتجين لخفض الإنتاج، لكن بعض المحللين يرون أن هذه الخطوة ما زالت مستبعدة وأن أسعار مزيج برنت والخام الأمريكي تتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 7% و11% على الترتيب في ظل تخمة المعروض. وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.42% ليصل إلى 31.39 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا في العقود الآجلة بنحو 4.46% ليصل إلى 27.38 دولارا للبرميل. عادت مبيعات مجموعة فولكس فاجن إلى النمو في يناير بفضل طلب قوي في الصين على الرغم من الضجة التي أثارتها فضيحة التحايل على انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت فولكس فاجن أن مبيعات المجموعة من طرازها الاثني عشر بما في ذلك سيارات أودي وبورشا ارتفعت بنسبة 3.7% لتصل إلى 847 ألفا
سيارة خلال الشهر الماضي، وقفزت مبيعات المجموعة في الصين بنسبة 15.4%، في حين زادت المبيعات بنسبة 2.8% على مستوى العالم لتصل إلى 5,214,000 سيارة. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء ليلى عمر وأشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير، وبالعودة إلى أخبارنا وإلى تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يلقي خطابا غدا أمام مجلس النواب. وقفة للأطباء تطالب بحمايتهم أثناء أداء واجبهم بعد حادثة المطارية، ورئيس الوزراء يوجه بأهمية استكمال التحقيقات. جبير يربط هزيمة داعش في سوريا برحيل الأسد، واجتماع في جنيف لمجموعة دعم سوريا لتطبيق الشق الإنساني من اتفاق ميونخ. استعادت القوات الحكومية اليمنية السيطرة على مديرية نعم التابعة لمحافظة صنعاء بعد معارك استمرت أسابيع مع المتمردين الحوثيين. يأتي ذلك بينما سقط وأصيب العشرات في أنحاء متفرقة من البلاد جراء معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني وميليشيا المتمردين الحوثي صالح. تواصل طائرات دول التحالف العربي قصف مواقع ميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في كافة الأنحاء من أجل استعادة الشرعية في البلاد من جديد. في العاصمة صنعاء استهدفت الطائرات معسكر قوات الأمن المركزي ومعسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة ومنطقة السبعين وأهداف أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة. قصف طائرة التحالف بحسب مصادر تركز على ما تبقى للميليشيات من تجمعات في مديرية نهمة بهدف منع وصول تعزيزات للميليشيات من صنعاء ومواقع مدفعية مضادة للطائرات في مناطق بشمال غرب العاصمة. جيش المقاومة كامل على موقع فرضة نهم وجبل المحول، والآن المقاومة كامل على الجبال هذا. في عدن قتل 5 جنود في هجوم مسلح شنه مسلحون ملثمون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة بعد اشتباكات مع الشرطة، ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل 3 جنود من الجيش الموالي للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في عدن برصاص مسلحين في هجوم نسب إلى تنظيم القاعدة أيضا. أما في تعز فقد اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات في جبهات القتال في المدينة، وقصف طائرات التحالف لمواقعهم سقط على إثرها العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح. وقامت طائرات التحالف بقصف مواقع تمركز الميليشيات في أماكن متفرقة في المدينة، ما أوقع خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير معدات عسكرية. وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن أسفر عن أكثر من 6,100 قتيل يشكل المدنيون نصفهم تقريبا ونحو 30,000 جريح. رفضت الأمم المتحدة طلب المملكة العربية السعودية بإبعاد المنظمات الإنسانية الإغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن. نتابع هذا التقرير. أعاد رئيس جنوب السودان سيلفا كير خصمه وزعيم المتمردين السابق رياك ماشار نائبا للرئيس ليعزز اتفاق السلام الذي أبرم في أغسطس الماضي بين الحكومة والمتمردين. من جانبه أشاد ماشار بالقرار واصفا إياه بخطوة إلى الأمام. كان ماشار نائبا لكير بين عامي 2005 و2011 في فترة الحكم الذاتي، ثم بعد استقلال جنوب السودان في الفترة بين يوليو 2011 ويوليو 2013 عندما أقيل من منصبه.
أمهل الاتحاد الأوروبي اليوم اليونان 3 أشهر لتعالج أزمة تدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، واعتمد مجلس الاتحاد تلك المهلة خلال اجتماع الوزراء المالية في بروكسل. وأفادت مصادر بالاتحاد أن اليونان قد صوتت ضد القرار بينما امتنعت قبرص عن التصويت، ويمهد القرار طريق فعليا أمام تطبيق المادة 26 في اتفاقية شنغن والتي تعطي المفوضية الأوروبية بموافقة مجلس أوروبا سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها عامين. حذرت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية من تحمل مسؤولية تبعات طرد عمال كوريين جنوبيين وتجنيد أصول الشركات الجنوبية في مجمع كايسونغ الصناعي الذي يديره البلدان. وكانت بيونغ يانغ قد أمرت كل الكوريين الجنوبيين بمغادرة المنطقة الصناعية المشتركة ردا على عقوبات فرضتها عليها سيول وواشنطن. تغادر حافلات عمال كوريا الجنوبية مجمع كيسونغ الصناعي بأمر من كوريا الشمالية في أحدث مشهد للأزمة المتصاعدة بين بيونغ يانغ وسول. وعلى وقع أزمة تجارب كوريا الشمالية النووية والصواريخ بعيدة المدى، عاقبت سول جارتها بإغلاق المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين. لكن كوريا الشمالية وفي رد سريع أمرت جميع العمال من الكوريين الجنوبيين بمغادرة المجمع الصناعي وأعلنت مصادرة كل المعدات في المجمع. طردت كوريا الشمالية العمال في وقت قصير ولم تسمح بنقل المنتجات، وقامت بشكل غير شرعي بتجميد الأصول، ونحمل كوريا الشمالية المسؤولية كاملة عن تطورات الموقف. لم يقتصر قرار كوريا الشمالية على وقف العمل وطرد عمال كوريا الجنوبية، ولكن تضمن القرار تحويل المجمع إلى منطقة عسكرية وقطع جميع الاتصالات العسكرية مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك عن طريق قرية بانونغوم الحدودية التي تعد قناة الاتصال الرئيسية بين الكوريتين. وتشكل منطقة كيسونغ التي افتتحت في عام 2004 رمز للمصالحة والتعاون بين الشمال والجنوب، حيث تعد مصدرا أساسيا للعملات الأجنبية لبيونغ يانغ، فيما تحصل سول على يد عاملة رخيصة وإعفاءات ضريبية. ولعدة سنوات ظل مجمع كيسونغ بعيدا عن التوترات السياسية بين الكوريتين، لكن إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية وأخرى على الصواريخ كانت لها المزيد من التداعيات على المجتمع الدولي والمنطقة، كما في أزمة مجمع كيسونغ الصناعي. الآن مشاهدينا إلى أهم الأخبار الرياضية في نشرتنا لهذه الساعة. محمد عبد الحكم في انتظاركم وطائفة من أبرز أنباء الرياضة، إليك محمد. شكرا ليلى، شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الرياضية. أبرز ما فيها: إيقاف أمين عام الفيفا 12 عاما لتسببه في أضرار مالية كبيرة للمنظمة الدولية للعبة. أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تفتتح أسبوعيا 10 مساجد على الأقل بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدولة مهتمة أيضا بالمناطق الحدودية والنائية. جاءت تصريحات وزير الأوقاف خلال زيارته لمحافظة المنصورة للمشاركة في احتفالات المحافظة بعيدها القومي بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام. العيد القومي لمحافظة الدقهلية هذا العام شهد احتفالا مميزا شارك فيه وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ونخبة من الشخصيات الهامة في تكريم لجهود العاملين في وزارة الأوقاف والحريصين على أداء عملهم على أكمل وجه. تشريف معالي الوزير كانت رسالة فيها أولا كانت تشمل عدة نقاط. الأول كان تكريم المتميزين في وزارة الأوقاف، الناس اللي هم كانوا بيعملهم ويتميزهم ان هم بيحافظوا على الرسالة اللي بيودوها وبيحافظوا على الهدف اللي هم يعني من اجله بيعملوا، بيحافظوا على بلدهم. والناس المتميزين الاداريين في وزارة الاوقاف. الجزء الثاني وهو
هذه السبع كتيب عصرية، الكتاب ليس تحفيظ القرآن فقط، سيبدأ خلال شهر تقريبا من النهاردة. الاهتمام بالمساجد والكتاتيب ربما سيحتل الصدارة في الفترة المقبلة كمحاولة للسيطرة على الفكر المتطرف وكل من يستغل الدين لتحقيق أهدافه الخاصة والإضرار بمصلحة الوطن. نعمل على نشر سماحة الإسلام في كل الاتجاهات، ليس في المسجد فقط، وإنما من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة والتجمعات الشبابية والعمالية إن شاء الله، والكتاتيب، وحتى أيضا هناك تعاون كبير مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لنعمل في كل مكان إن شاء الله. وفي ظل ما بات يهدد الوطن من تحديات أمنية، بات التعاون المشترك لكافة الوزارات ضروريا للعمل على تجديد الخطاب الديني والإسهام بشكل فعال في محاربة الإرهاب والتطرف ونشر سماحة الإسلام. وختم بانوراما تذكرة بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يلقي خطابا غدا أمام مجلس النواب. وقفة للأطباء تطالب بحمايتهم أثناء أداء واجبهم بعد حادثة المطرية. رئيس الوزراء يوجه بأهمية استكمال التحقيقات. الجبير يربط هزيمة داعش في سوريا برحيل الأسد، واجتماع في جنيف لمجموعة دعم سوريا لتطبيق الشق الإنساني من اتفاق ميونخ. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.